قال ان ماشي يعترف في جدول الاعمال ديال الكلمات في جدول الكلمات باش ناخذ كلمه، ولكن استفزني ايجابيا السيد الكاتب الاقليمي لمؤسسه الاعمال الاجتماعيه للتعليم، واقول ايجابيا. فبدايه السيد مدير الاكاديميه، السيد مدير الاقليمي للتعليم، السيد الكاتب الوطني لمؤسسه الاعمال الاجتماعيه، الحضور الكريم كل بصفته وباسمه، السيدات والسادة المحتفى بهم، السادة رجال الإعلام. أولا أشكر المؤسسة على تنظيم هذا الحفل والذي دأبت على تنظيمه سنويا، وبشراكة وبتعاون مع بعض الشركاء الذين أقدم لهم كذلك الشكر في هذه المناسبة. والذي أريد أن أقوله هو أن أول آية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم هي إقرأ، وهذه المسؤولية الجسيمة، فهي نزلت على عاتق السادة والسيدات رجال التعليم. فمهما قدمنا لهم من كلمات الشكر والتنويه فلن نفي لهم ولن نجزيهم على ما قدموه لنا. ونحن جميعا في هذه القاعة كلنا منتوج للمدرسة العمومية، ونفتخر بذلك، ونفتخر برجال التعليم للوطن الحبيب. وسيدنا المنصور بالله لما وضع التعليم، التعليم هو شأن مجتمعي فلا يخص قطاع وزارة التعليم وحدها، فسيدنا منصور بالله لما وضع التعليم هي القضية الثانية، فذلك نظرا لما نعتبره جميعا، وكذلك للوظيفة الخلاقة والوظيفة الأساسية هي التعليم هو أساس كل تنمية. فطبعا هذه الوظيفة هي التي روعت التعليم هذه المرتبة الثانية على صعيد الأولويات بالوطن الحبيب. فبهذه المناسبة أقدم الشكر الجزيل للسيدات والسادة المحتفى بهم، وأقول لهم هذا ليس تكريما ولكن اعتراف، اعتراف بجميع المجهودات واعتراف بجميع الخدمات التي قدموهنا، واعتراف كذلك بجميع التضحيات. وكما قال السيد مدير الاكاديميه، فما تعرف التعليم وما تعرف النشاط ديال التعليم الا رجل التعليم. فالسيد الكاتب الاقليمي للمؤسسه، اقول لك انني لم اسمع ابدا باي طلب يخص خلق هذا الفضل، لم اسمع به نهائيا، وانا المسؤول الاول عن الاداره، كما انني الان وامام هذا الجمع الكريم اقول بان جميع التسهيلات وجميع الاعانات الماديه والمعنويه ستقدم لكم ولرجال التعليم على اساس ان نهيئ ان شاء الله هذا الفضاء المناسب. وبالتعاون ان شاء الله مع جميع الفعاليات المحليه وخاصه المنتخبه، وكذلك مع السيد مدير الاكاديمي والسيد مدير الاقليمي للتعليم وجميع المصالح، سنوفر لكم ان شاء الله هذا الفضل.